بسبب الحصار خروج المستشفى الأوروبي في غزة عن الخدمة، الاشتباكات العنيفة تعود إلى جباليا، والجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا عدة في الضفة. معبر رفح يؤجج الأزمة بين مصر وإسرائيل ويتسبب بقلق على العلاقات وخفض مستوى التعاون الدفاعي والاستخباري. إدارة بايدن تستبق مشروعا جمهوريا يقيد من صلاحيات الرئيس، وتحول إلى الكونغرس حزمة مساعدات أسلحة جديدة لإسرائيل بمليار دولار. مواجهة الفاشر تحتدم، والجبهة الثورية تطالب بهدنة إنسانية لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين. ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة أخبارية جديدة برفقتنا مع قناة الحدث من الرياض. قال مراسل الحدث إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال غزة، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات. هذا وكانت كتائب القسام قالت بالأمس إنها قتلت 7 جنود إسرائيليين شرق معسكر جباليا بشمال قطاع غزة، مضيفة أنها تمكنت في عملية مركبة من استهداف دبابة مركافا بقذيفة 105 الياسين موقعة طاقمها بين يقال بين قتيل وجريح 7 جنود، ثم تواجدوا خلف الآلية المستهدفة وقتلتهم من مسافة 0. في نفس السياق أيضا أعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين قرب معسكر جباليا. من جانب آخر يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة مع تكثيف العمليات العسكرية في شمال القطاع وفي شرق رفح بالجنوب. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. وذكرت الوكالة أن امرأة مع طفلها لقيا حتفهما في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة غزة، مضيفة أن 4 قتلوا وأصيب 9 آخرون في قصف أصاب شقة سكنية بحي الشيخ رضوان، كما قتل شخص وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة لمجموعة من المواطنين في جباليا. Thank you.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بخروج مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد توقف مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود بفعل الحصار الإسرائيلي. وذكرت الوكالة أن المستشفى الأوروبي واحد من المستشفيات القليلة التي ما زالت تقدم الخدمة الطبية في قطاع غزة. وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا من غزة مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. خضر صباح الخير، أهلا بك. وفي متابعتنا لآخر التطورات تشي بأن هناك استهدافات مستمرة في وسط القطاع، أيضا اشتباكات في جباليا. حدثنا عن آخر ما لديك قبل التحول إلى الشق الإنساني. نعم جيزال صباح الخير. يعني نبدأ أولا من الوضع الميداني هنا في حي الزيتون في قلب مدينة غزة، هذا الحي الذي شهد عملية توغل واجتياح من آليات الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام. الآليات العسكرية الإسرائيلية صباح هذا اليوم تراجعت باتجاه محور نتسريم، وهو المحور الذي يفصل قطاع غزة إلى نصفين. حجم الدمار كبير، وأيضا أعداد من الضحايا في الشوارع وأيضا في الأبنية التي تعرضت لعملية القصف من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا كان الطيران الحربي الإسرائيلي جزال قبل قليل استهدف مركز الصبر الصحي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك في حي الصبر. هذا الاستهداف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى في صفوف الفلسطينيين. تحت اللحظة تتم عملية نقل الضحايا وأيضا الجرحى إلى مستشفى المعمداني من هذا الحي، حي الصبر الملاصق لحي الزيتون الذي أيضا حجم الدمار كبير جدا. مربعات سكنية في هذا الحي يعني تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا عملية نسف الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال عملية التوغل التي كان شهدها هذا الحي. لكن في المناطق الشمالية جزال وعلى التحديد في جباليا تدور معارك ضارية بين المقاومين الفلسطينيين، خصوصا عناصر كتائب القسام وعناصر سرايا القدس وأيضا جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته، حيث يخوض المقاومون الفلسطينيون هذه الاشتباكات منذ ساعات فجر اليوم. وحتى هذه اللحظة تسمع يعني أصوات الانفجارات الناجمة عن تفجير المقاومة الفلسطينية لعبوات بالجيش الإسرائيلي، وأيضا بعض المنازل التي تم تفخيخها وزرع عبوات، وذلك ككمائن للجيش الإسرائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية. أيضا في المناطق الجنوبية وعلى وجه التحديد في مدينة رفح، هذه المناطق التي تشهد عملية اجتياح وتوغل عسكري إسرائيلي خاصة في المناطق الشرقية من المدينة، لا زالت هذه العملية التوغل مستمرة، وأيضا الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي سواء القصف الصاروخي أو المدفعي يتواصل في تلك المنطقة. ماذا أيضا عن المستشفى الأوروبي؟ وفقا للمعلومات يشار إلى أن هناك نفاد في الوقود مما يؤدي إلى خروج هذا المستشفى عن الخدمة. التفاصيل التي لديك. نعم جزال، وفقا لإدارة هذا المستشفى، مستشفى يقع من القطاع، هو خرج عن الخدمة بعيد نفاذ الوقود ووقف كل المولدات الكهربائية التي تعمل بالسولار الذي هو فوق من هذا المستشفى، وأصبح الآن مستشفى الأوروبي خارج عن الخدمة. وهناك تهديد على حياة خاصة المرضى والجرحى الذين يتواجدون في هذا المستشفى، حيث أن مستشفى غزة الأوروبي جزال يعتبر مستشفى مركزي وحيوي، ويلجأ إليه أو يتم نقل الجرحى والمصابين وأيضا المرضى العاديين إليه في ظل يعني خروج عديد المستشفيات خاصة من مدينة رفح إلى الجنوب من القطاع. نعم، أيضا يعني جواب سريع من فضلك، يقال بأن هناك 52 شاحنة عبرت من كرم أبو سالم من المساعدات، هل فعلا يعني هذه المساعدات تدخل من هذا المعبر؟ هل من معلومات لديك؟ نعم جزال، أول مرة منذ بدء العملية العسكرية في مدينة رفح وإغلاق معبري رفح وأيضا كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد هنا في غزة، فعلا يعني دخلت ووصلت 52 شاحنة، وهي لتجار فلسطينيين من المناطق الجنوبية وأيضا من المناطق الشمالية. هذه الشاحنات يعني سلكت طريقا يعتبر طريق هو محور فيلادلفيا، ووصلت إلى حي البرازيل مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. شكرا لك لكل هذه التحديثات، نتمنى لكم دائما السلامة. من مدينة غزة رافقنا الزميل خضر الزعنون، شكرا لك خضر.
يلا ارفع ارفع وفي الضفة الغربية، أفادت وسائل أعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم أحياء وبلدات عدة في محافظات الضفة الغربية. وسائل الأعلام أضافت أن الجيش الإسرائيلي دهم عدة منازل في بلدتي حزمة وعناتة في القدس وحي الإرسال في مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في شمال رام الله وبلدة عزون بمحافظة قلقيلية ومدينتي طول كرم ونابلس وبلدة حسان في بيت لحم. أكد قيادي في حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لإبرام اتفاق التهدئة مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء حول هدنة غزة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن القيادي الحمساوي أو القيادي في حماس محمود مرداوي رفض حماس استكمال المفاوضات تحت النار والاحتلال. مرداوي أوضح أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة. أضافت القاهرة الإخبارية نقلا عن مرداوي أن مصر لن تتعاون مع إسرائيل التي تسوق رواية غير موافقة للمنطق وانقلبت على الاتفاق، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا للتوصل إلى هدنة في غزة لكن إسرائيل أفشلت الاتفاق. من جانبه قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قال لقناة الحدث إن المجتمع الدولي كله فشل في التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار في غزة، ما يضع الجامعة العربية في وضع يتطلب قرارات من نوع مختلف، وقمة البحرين تجسد الوضع الجديد. المواقف العربية بتتطور وبالتالي بتتطور مع الحرب. الحرب مستمرة والحرب زادت منذ 11 نوفمبر وحتى الآن. المجتمع الدولي كله فشل في أن يصل إلى وقف إطلاق نار، وبالتالي إحنا في وضع يتطلب قرارات من نوع مختلف. فهذه القمة في البحرين تجسد هذا الوضع الجديد، وأعتقد أن القرارات المعتمدة سوف يعني تلبي إلى حد كبير التطلعات السياسية للشارع العربي. قالت صحيفة هارتس إن المسؤولين في إسرائيل متخوفون من تفاقم الأزمة في العلاقات بين إسرائيل ومصر وسط استمرار القتال في غزة. هارتس قالت إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن تنسحب مصر تماما من جهود الوساطة في صفقة الرهائن واحتمال خفض مستوى التعاون في مجال الدفاع والاستخبارات كذلك. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري اتهم إسرائيل بلي الحقائق والتنصل من مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة تعقيبا على تصريحات لوزير خارجيتها إسرائيل كاتس اعتبر فيها أن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى القطاع. وأضاف شكري أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية وأن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المعبر هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات. وطلب شكري إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها. وفي تغريدة على موقع إكس حمل وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس السلطات المصرية مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة، حيث طلبها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية. كما اتهم كاتس كذلك اتهم كافة المنتقدين الذين يحملون تل أبيب يحملونها مسؤولية الوضع الإنساني في غزة، اتهمهم بالتضليل. هذا وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن حركة حماس لن تسيطر على معبر رفح وذلك لضرورة أمنية لن تتنازل عنها تل أبيب.
وللحديث أكثر عن هذه الأجواء التي تفشي بالمزيد من التوتر بين القاهرة وإسرائيل، من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور، دائما برفقتنا مع قناة الحدث. هارتس كما تبعنا نقلت عن مسؤولين إسرائيليين مخاوفهم من أن فعلا تعلق مصر يعني مشاركتها باستئناف المفاوضات، هل تعتقد أنه من الممكن أن تلوح مصر بهذه الورقة؟ مصر بدأ ينفذ صبرها إزاء الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إرباك وتعقيد المفاوضات السياسية ومن ثم تعثرها، ومن جهة أخرى العمل على مواصلة التصعيد العسكري الميداني وآخرها عملية الاجتياح العسكري البري رفح. وعلى الرغم من أنها بدت في المرحلة الأولى وكأنها عملية صغيرة، لكنها يوم بعد آخر تتخذ مسارا تصاعديا، وبالتالي هذا السلوك جعل القاهرة أن تفكر في سلسلة من التحركات والتصريحات والمواقف التي تعكس نفاذ هذا الصبر. فكان أولها إعلان مصر انخراطها وانضمامها للدعوة التي أقامتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بسبب سلسلة الانتهاكات المستمرة لإسرائيل في قطاع غزة ومحاولة تعقيد تلك المفاوضات. بمعنى هل نتوقع اليوم من مصر أن فعلا تقوم بخفض التعاون الأمني وأيضا الدفاعي والاستخباراتي، وهذا ما تخشاه إسرائيل؟ تفضل. يعني في جزء تاني، وهو أن هناك تصريحات فيما يرتبط بالاتجاه إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، لأن مستوى التمثيل وقف عند مستوى السفير وربما يصل إلى وزير مفوض أو قائم بالأعمال. وسبق أن اتخذت مصر في بعض اللحظات وتحديدا في توقيتات المرتبطة بالانتفاضة الفلسطينية مثل هذا السلوك، وربما تلجأ له. هناك أيضا احتمال ثالث، وهي تخفيض منسوب الاتصالات الأمنية اللي هي بينطوي على جانب كبير جدا من الأهمية، فحال ذلك يؤدي إلى دخول المفاوضات السياسية إلى طريق مسدود. القاهرة ترى أن كانت هناك نافذة فرصة، ولا زال شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية للحكومة بنيامين نتنياهو للرد على الرد الحمساوي فيما يرتبط بقبول المقترح المصري، الاستجابة للضغوط التي تمارس من جانب إدارة بايدن، بل كما أشرت حضرتك هناك تصريح من جانب السيد السفير حسام زكي لقناة الحدث حينما أشار حتى الولايات المتحدة لم تستطع أو ليست لديها القدرة للضغط على إسرائيل، كما ولو أن إسرائيل تحاول أن تؤكد أنها قوة، ليس قوة إقليمية، قوة دولية لا تستوعب أي ضغوط أو طلبات أو الأخذ في الاعتبار مصالح بعض الدول. يعني كما تعلمي حضرتك أن موضوع التوغل العسكري المتزايد لرفح يمثل تهديد، وبالتالي على أي أساس اليوم وزير الخارجية الإسرائيلية يحمل مصر مسؤولية هذا التوغل في رفح، مسؤولية هذا المعبر الذي يعتبر الشريان الحيوي لغزة؟ شوفي حضرتك في رسائل في اتجاهات مختلفة. أولا محاولة لقلب الحقائق، وهذه هي النهج العام، هذا هو النهج العام لسياسة الحكومة الإسرائيلية التي كانت تحاول أن تحمل القاهرة في فترات سابقة إغلاق معبر رفح، رغم أن معبر رفح لم يغلق في أي لحظة، وإنما كان عملية القصف أدت إلى إحداث تلفيات أو إتلافات مختلفة على مقدمة هذا المعبر. النقطة الثانية أن مصر ترى أنه لا يمكن إدخال مساعدات إنسانية ما دام موجود
وسيطرة الكاملة من جانب إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فلا بد أن يكون هناك انسحاب حتى يتم إدخال المساعدات لكل القطاع شماله وجنوبه ووسطه. النقطة الثالثة وهي أن محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية، سواء الرأي العام الفلسطيني أو الرأي العام العالمي أو الرأي العام العربي، كما ولو أن إسرائيل تظهر بمظهر الضحية وإنها ليست المتسببة. دكتور محمد، كل ما يجري هناك العديد من النقاط التي كنت أود أن أناقشها معك، ولكن هذا ما سمح لنا به الوقت للحديث بقية. نشكر لك هذه المشاركة من القاهرة دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا. قالت مصادر رسمية أمريكية، قالت إن وزارة الخارجية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها. وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها ستمضي قدما في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز المليار دولار. وذكر المسؤولون أن أحدث صفقة تشمل تسليم إسرائيل المحتمل لذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبة تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار. حملت السيناتور الجمهوري جوني إرنست إدارة الرئيس بايدن إرسال أسلحة مهمة إلى إسرائيل عبر قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل. وقالت إرنست إن اختيار حرمان إسرائيل من الذخائر الحيوية أمر يستحق الشجب وتفوح منه رائحة السياسة، مضيفة أن هذا القانون سيضمن حصول إسرائيل على الأدوات الدقيقة التي تحتاجها لاستهداف حماس وحماية المدنيين الأبرياء على حد قولها. ومن شأن قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل إجبار إدارة بايدن على استكمال تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء راتب أي مسؤول في إدارة بايدن في وزارة الدفاع أو الخارجية يتخذ أي إجراء يمنع تسليم الأسلحة إلى إسرائيل. في غضون ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقد ضد مشروع القانون الذي يقودها الحزب الجمهوري والذي سيلزمه بإرسال أسلحة دفاعية إلى إسرائيل. ووصف مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض مشروع القانون الجمهوري بأنه رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج إدارة بايدن تجاه إسرائيل، وأضاف أن مشروع القانون من شأنه أن يقوض قدرة بايدن على تنفيذ سياسة خارجية فعالة ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن التعدي على سلطاته بموجب الدستور. في السياق، قال تحقيق لصحيفة إندبندنت البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شريك مع إسرائيل في المجاعة المدمرة التي يشهدها قطاع غزة. وقال تحقيق الصحيفة أن نحو 19 مذكرة داخلية بالوكالة الأمريكية للتنمية انتقدت الدعم الأمريكي للحرب على غزة، منها مذكرة معارضة جماعية داخلية صاغها موظفو الوكالة هذا الشهر هجموا فيها إدارة بايدن بسبب فشلها في دعم المبادئ الإنسانية الدولية والالتزام بإنقاذ الأرواح. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين أن واشنطن وفرت غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة برفض جعل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مشروطة بإدخال المساعدات. وللحديث أكثر عن هذه المواقف للولايات المتحدة الأمريكية وهذا السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين، ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك دائما برفقتنا أستاذ طارق. بالتوقف عند ما تبعناه من مواقف للرئيس بايدن وهذا التسابق بين الجمهوريين والديمقراطيين لإرضاء إسرائيل، هل فقط بهدف الانتخابات المقبلة؟ هل اليوم السياسة في أمريكا تطغى على الشأن الإنساني؟ تحية لك أولاً أستاذ جزيل ولجمهورك الكريم. شكراً. يعني هناك كما هو معلوم يعني تنافس شديد وحزبية شديدة الوطأة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهذا ما يجعل الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين ينتهزون أي فرصة كي يوجهوا سهامهم إلى الطرف الآخر، وهذا ما يعني نراه اليوم. فضلا عن ذلك، هذا لا يعني
أن هذا الموقف لا يتسق مع مواقف الجمهوريين، هو بالتأكيد يتسق معهم، لأنه الرئيس ترامب وكل الأعضاء الجمهوريين تقريبا في مجلسي الشيوخ والنواب يؤيدون إسرائيل بالمطلق ويؤيدون ما يصفونه بحقها في الدفاع عن نفسها، وهم يرون أن التصرف الذي اتخذه نعم أستاذ طارق الرئيس بايدن بعض القذائف زنة 2000 رطل و500 رطل هو تصرف غير سليم. وأعتقد أنه الهدف من هذا القانون أو مشروع القانون هو إجبار الرئيس بايدن على ألا يقوم بتنفيذ تعهده الذي قاله في حديث مع شبكة CNN بأنه سوف يعني إذا دخلت إسرائيل رفح وقامت بغزوها في هجوم شامل فسوف يؤدي ذلك إلى وقف الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى إسرائيل. أعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي، وبالتأكيد هناك ضغوط شديدة يتعرض لها الرئيس بايدن خصوصا من الجماعات الموالية لإسرائيل وعلى رأسها هل فعلا نعم هناك مخاوف جدية بشأن التعدي على سلطاته بموجب الدستور؟ لننتقل بعدها إلى ما أثرته صحيفة الإندبندنت في تقريرها. أستاذ طارق نعم كنت أسأل هل فعلا هناك مخاوف جدية بشأن التعدي على صلاحيات بايدن الدستورية؟ يعني بالتأكيد هذه نقطة خلاف، يعني دائما ما يكون هناك صراع بين سلطات الرئيس وسلطات الكونغرس. الكونغرس يعتبر أيضا أنه لديه الحق في توجيه الرئيس إذا ما يعني ما تعدى واتخذ قرارات هم يرونها انها يعني تخالف توجهات الولايات المتحدة وتخالف مصالحها. هم يرون ان هذا سيشجع بالفعل حركة حماس والجماعات الموالية لإيران من استهداف إسرائيل، ويقولون انه منذ ان صرح الرئيس بايدن بذلك والصواريخ تنهال على بئر السبع من حماس في الجنوب ومن حزب الله على كريات شمونة في الشمال، هذا ما يقولونه. لكن بالتأكيد هناك صلاحيات للرئيس يعني تتفق مع القانون الدولي والقانون الأمريكي، وهذا هو ما يقوله البيت الأبيض الآن. بل إن يعني وصل الأمر من يعني السلوك الجمهوري إلى تهديد أو تضمين مشروع القانون بالفعل بعض البنود التي تجمد الرواتب و يعني المساعدات التي الماليات بمعنى أصح التي تقدم إلى وزيري الدفاع والخارجية وكذلك مجلس الأمن القومي، ما يعني أنهم يريدون بذل مزيد من الضغط. لكن من غير المعروف ما إذا كان مشروع القانون سيمر في مجلس الشيوخ أم لا، لأنه مواقف يعني الديمقراطيين في مجلس الشيوخ غير واضحة حتى الآن. لكن هناك انقسام كبير بين الشارع والأجواء السياسية. كنت أود الحديث عن يعني تحقيق الإندبندنت، ولكن يبدو أن الوقت داهمنا. أشكر لك هذه المشاركة معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الميناء العائم الذي بناه الجيش الأمريكي لتسريع وصول المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله في الأيام المقبلة، وذلك بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية. الميناء العائم الذي بشرت الولايات المتحدة ببنائه في الشهر الماضي تبلغ كلفته 320 مليون دولار. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات يومي الخميس غدا والجمعة بعد غد حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة. جنوب إفريقيا قالت إن الهجوم الإسرائيلي على رفح تسبب ضررا لا يمكن تداركه على الشعب الفلسطيني في غزة، وطلبت جنوب إفريقيا إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين في رفح، ودعت المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. ثلاث مرات نزحنا فكناها يعني جينا من غزة بعدين على الدير بعدين على رفح بعدين هينا خان يونس. احنا نزحنا تقريبا الحين خمس مرات، مرة خان يونس ومرة
ورحنا على الصناعة ومرة رحنا على صداء، والحين قالوا لنا مواصي مواصي خان يونس كلها رمل وكلها ذبان، فيش حياة فيش عيشة فيها. لما نزحنا نزحنا من الجوع، نزحنا إلى المواصي عسبة نعيش وناكل لقمة عيش، الورق الشجرة أكلته، ماء البحر شربته من قلة المية، من قلة العطش اللي نشرب ماء البحر. احنا والنازحين مش لحالي، ورق الشجر اقسم بالله اقسم بالله الانجيل اكلته من الجوع. اكل وشرب على الله، والله ما بنشوفه. الميه بعذاب بنجيبها. ايش بدي اقول لك؟ قالوا لنا روحوا على المواصي، المواصي فيش فيها مقومات حياه نهائي، اساسا خيم. وبالزوابع لما اجت العاصفه هذه الخيم كلها طارت، صرنا بالشارع وغرنا صارت مرميه. الميه اكبر معنا الميه، ما فيش ميه نهائي، لا ميه حلوه ولا ميه مالحه. وإذا بدك تروح تجيب المية بدك تنزل تمشي يمكن حركة 500 متر عشان تجيب لك جلن مية. أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان، وقال في بيان عبر تيليجرام إن العنصر الذي لقي حتفه يدعى حسين إبراهيم مكي من بلدة بيت يحمون. انفجرت سيارة، ضربوا سيارة، ضربوا سيارة. عم صور لحدا، هي ضربة صح؟ بدأ بعض أصحاب المخابز في مدينة رفح بنقل آلات صنع الخبز إلى أماكن أكثر أمناً خوفاً من وصول القصف والعمليات الإسرائيلية إلى مناطقهم. الله
عبر فلسطينيون في قطاع غزة عن استيائهم من عدم توفر السيولة النقدية، خاصة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي غالبية البنوك في قطاع غزة. كما لفت الغزيون إلى أن فئة من التجار تقوم باستغلالهم من خلال طلب الحصول على نسبة من راتب الموظف تصل في كثير من الأحيان إلى 25%. اللي خلى السيولة غالية في غزة واللي خلاها شحيحة بالمرة فيش نقد في كل غزة اللي هو فيش بنوك، لأنه كان في الأول واحد لو عنده مليون شيكل في حسابه يروح يسحبه من البنك بيسحبه عادي، لكن في الحرب من يوم ما بلشت 7 أكتوبر لليوم فيش ولا بنك واقف في غزة، كل البنوك مهدومة. صار الموظف اللي بده ياخذ راتبه 4000-3000 شيكل يروح يستنى على ماكينة فيزا عند واحد يقف دور بالأربع والخمس ساعات عشان ياخذ، وبعمولة وب 17 وب 18%. بده أقبض على أمل نشتغل الناس الصرافات. من يوم ما دخلت علينا الحرب في غزة دخلت اليهود دمرت الصرافات والبنوك كمان نفسها، مش على قدر الصرافات البنوك كمان نفسها تدمرت. كيف بنقبض؟ بعجوبة يعني، بتلاقي لك واحد ياخد النسبة 10% و20% من نظام التطبيق البنكي، يعني كلياتها تجار الراتب تبعك بروح ربعه لما بدك تستفيد منه. فإلي 3 شهور الحين بقبضش، كل ما بنروح على البنك بيقول لك في السيولة، بنروح على هان على التطبيقات بيقول لك بناخذ 20% وصارت 25%، ولما ياخذ مني انا 25% انا ايش بضل لي من الراتب؟ نظم آلاف الفلسطينيين قرب مدينة حيفا مسيرة لإحياء ذكرى النكبة حين فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو هجروا خلال حرب العام 1948، ودعا المشاركون إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. شارك شعبنا في هاي المأساة اللي احنا بنعيشها من اكثر من 70 سنة، واحنا بنقول انه آن الاوان على هذا الشعب المطرود والمهجر من وطنه ان يعود الى وطنه، لانه لا بديل اخر. هناك ناس مهجرين في الخارج، وهناك ايضا ناس مهجرين في القرى والمدن الاخرى. يعني فعليا اللاجئين لحد اليوم هم لاجئين موجودين في بلاد تانية بمخيمات لجوء بعد قائمة، وطبعا هذا جزء من يعني التحرير والعودة. هو مش بس يعني الاحتلال ينتهي، إنما كل لاجئ يقدر يرجع على الوطن اللي هو منه ويعيش ويكون يعني موجود بالمكان اللي هو بده يكون فيه. دعا توم بيريلو المبعوث الأمريكي إلى السودان، دعا الجيش والدعم السريع لتفهم معاناة الشعب السوداني وإنهاء الحرب. وقال بيريلو لقناة الحدث إن محادثات جدة بشأن السودان ستستمر، معربا عن أمله بأن نرى قريبا أمرا مختلفا، موضحا أنه سمع أخبارا محزنة عن مجاعة وانتهاكات طالت النساء والأطفال على حد تعبيره. من جانبه عبر الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، ودعا في بيان إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية. كما حض أطراف الصراع في السودان على ممارسة ضبط النفس، كما دعا الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد مجلس رؤساء الحكومة والدول في إيجاد والشركاء الدوليين إلى مواصلة ممارسة نفوذهم لحمل طرفي الصراع في السودان على إلقاء السلاح والعودة إلى المفاوضات والسعي من أجل سلام دائم في البلاد. هذا وكانت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية على شفا مذبحة مروعة، وحثت غرينفيلد الأطراف المسلحة في السودان على وقف التصعيد وحماية المدنيين بأي ثمن، ودعت قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصار الفاشر، كما دعت قوات الجيش السوداني إلى حماية البنية التحتية في المدينة. وأضافت المندوبة الأمريكية أن المسؤولين عن الهجوم على مدينة الفاشر سيواجهون عواقب فورية ومباشرة، وانتقدت طرفي النزاع في السودان وقالت إن كليهما يدعيان أنهما يحاولان تحرير البلد لكنهما في الحقيقة يدمرانه.
إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان يعانون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. وفقا لبيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن عشرات الآلاف قد يتعرضون لمستوى كارثي من المجاعة، مضيفا أن معظمهم موجودون في مواقع متأثرة بالصدمات المرتبطة بالمناخ والأزمات الاقتصادية والنزاعات. كما أشار المكتب الأممي إلى أن ما يصل إلى 9 ملايين شخص هم بحاجة لمساعدات إنسانية في جنوب السودان، كاشفا أن مواصلة تدفق العائدين واللاجئين تشكل ضغطا إضافيا على الخدمات المحدودة أصلا. كذلك أوضح المكتب أنه لم يتم تمويل الخطط الأممية للاستجابة الإنسانية لجنوب السودان إلا بنسبة 11% فقط هذا العام. وللحديث أكثر عن الفاشر والوضع الخطر الذي ترزح تحته ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي. أهلا بك أستاذ طاهر، دائما معنا مع قناة الحدث. بالتوقف عند هذه الدعوة التي وجهها رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إلى المبعوث الأمريكي، أهمية مثل هذه المطالبة خاصة بعد تفكك الجبهة الثورية، بعد الانشقاقات التي شاهدناها للحركات المسلحة، ما الذي تعنيه؟ نعم، صباح الخير عليك. صباح النور. المشاهد الكريم. نعم، كما تعلمين ويعلم الجميع بأن تشهد مدينة الفاشر منذ أشهر حصارا من قبل ميليشيا الدعم السريع، ثم تحولت الميليشيا من الحصار إلى الهجوم بشكل عشوائي على أحياء الفاشر، الأحياء الطرفية في الفاشر، وتسببت من خلال القصف العشوائي إلى قتل الكثير من المدنيين الذي تجاوز قرابة 50 وجرح المئات حتى نهار الأمس حسب إفادات وزير الصحة بالحكومة إقليم دارفور. وتسببت أيضا بالحصار والقصف العشوائي إلى إفقار المواطنين وتجويعهم، حتى تأثرت الأطفال والنساء كما ذكرت آخر تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومن حكومة إقليم دارفور. أيضا الجيش السوداني في الفاشر منذ بداية هذه الحرب وحتى صباح اليوم في حالة دفاع وليس هجوم. مدينة الفاشر هي الآن عبارة عن، منذ بداية هذه الحرب مدينة الفاشر عبارة عن معسكر للنازحين. كل الولايات التي انتشرت فيها ميليشيا الدعم السريع نزح أهلها إلى مدينة الفاشر، وأصبحت هذه المدينة كما كان الحال في ولاية الجزيرة، أصبحت مدينة الفاشر في دارفور عبارة عن معسكر للنازحين الذين استهدفتهم ميليشيا الدعم السريع في دارفور. يعني كما يقال أيضا كذلك هي طاهر. نعم. يعني أنها معركة كسر عظم، لسيما وأن الدعم السريع يسيطر على أربعة مدن كبيرة، تبقى هذه المدينة، وبالتالي هناك يعني معاني كبيرة لهذه الحرب. ولكن بالمقابل دعوة الهادي إدريس للمبعوث الأممي هو محسوب كما يقال على الدعم السريع. يعني ماذا نفهم من هذه الدعوة، خصوصا وأن المبعوث الأمريكي قابل العديد من الشباب في القاهرة ومن المجموعات في أوغندا، وهو سيكمل رحلته إلى كينيا؟ نعم، الهادي إدريس والطاهر حجر ليس الأحياء في هذه المعركة، وموالاتهم لميليشيا الدعم السريع واضح للعيان، ولذلك تم عزلهما من قبل قواتهما. الفاجر كما تعلمين فيها حركة تحرير السودان جناح من الكومناوي، وحركة العدل والمساواة، وحركات أخرى كلها أعلنت انحيازها وتخلت عن الحياد الذي كان معلنا في بداية
بداية الحرب. ولذلك عندما شعرت هذه الحركات بأطماع وأجندة وأهداف ميليشيا الدعم السريع التي أصبحت تستهدف المواطن بشكل مباشر، شاهد في الأمر أن هذه الميليشيا في كل المواقع التي انتشرت فيها لا تقاتل الجيش السوداني بقدر ما هي تستهدف المواطن بشكل مباشر بغرض النهب والسرقة. والفاشر تكاد تكون هي المدينة الوحيدة الآن في إقليم دارفور بمحتفظة حتى الآن بكل معانيها وبكل ممتلكات المواطنين، وذلك هدف أساسي للميليشيا. أصبحت الفاشر هدف أساسي للميليشيا ومرتزقتها الذين وصفهم حميتي بأنهم كسابة، والكسابة بالدارجة السوداني هي يعني النهابة أو الذين ينهبون. هذا وبالتالي هل نفهم هنا بأن هادي إدريس يحاول أن يجد له موقع في ظل هذا التشرذم والتأزم بين الجيش من جهة والدعم السريع من جهة أخرى؟ الكل يأمل في إيجاد يعني مخرج لآمن لأهل أهل السودان جميعا وليس فقط أهل الفاشر، ولكن الهادي ليس هو الطرف وليس هو الشخص المحايد المناسب الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور. الشعب السوداني يأمل في هل تقدم تستطيع القيام بهذا الدور أستاذ طاهر؟ ونعمل في عذرا المقاطعة، حتى تقدم جزء من الأزمة أيضا، وهناك أطراف عديدة ومحايدة ولها قدرة على القيام بهذه الدور، مثل من؟ أطراف إقليمية وأطراف دولية، ولكن الكل يأمل في أن وساطة جدة بأن تلعب دور إيجابي في إنهاء الحرب وإنهاء التمرد وعودة السلام في السودان. القوات المسلحة السودانية هدف استراتيجي وأساسي وهي إنهاء التمرد في إطار الدولة الواحدة وفي إطار الجيش الواحد. هذا هدف أساسي استراتيجي لن يتنازل عنه القوات المسلحة، والكل والشعب السوداني يأمل في أن يتحقق هذا الهدف من في إطار في إعلان في منبر جدة. هو الآن هو الأقرب إلى يعني، وهذا ما تم الإشارة له ومع ذلك التحضير لقمة البحرين والقمم المقبلة بأنه يجب إنهاء الحرب في السودان. عذرا للمقاطعة، طبعا الحديث دائما بقي معك أستاذ طاهر، نشكر لك هذه المشاركة معنا وهذه المداخلة من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي. يأمل صغار المزارعين بإقليم دارفور السوداني إيجاد دعم يوفر لهم البذور المناسبة للزراعة هذا العام للعام 2024، وقال عدد من المزارعين إن موسم العام الماضي فاشل بسبب اشتداد الحرب وانعدام الأمن بالإقليم وارتفاع أسعار الوقود وانعدام البذور. مرة أخرى يبدأ المزارع سليمان محمد علي من إقليم دارفور غربي السودان التجهيزات لبداية الموسم الزراعي الجديد بعد فشل الإنتاج العام الماضي بسبب الحرب وانعدام الأمن وقلة الأمطار. يتجدد لدى سليمان الأمل في تجربة أخرى علها تكون مختلفة من سابقاتها. الأمن إذا مستتب المزارع بيكون مطمئن في زرعه، مطمئن في سوقه، مطمئن في كل شيء، لكن اذا اصلا الامن ما استتب يعني زراعتنا بيكون تعبانه جدا. تضاف الى الظروف الامنيه التي اثرت على الزراعه بدارفور العام الماضي ظروف بيئيه معقده، فالصيف القاسي هذا العام ادى لنفوق الدواب التي تستخدم في الزراعه بالنسبه لصغار المزارعين، كما أن توقف مناطق التسويق الرئيسية في وسط السودان ساهمت في تدني أسعار المحاصيل. عاوزين تواريب للناس المواطنين ديل عشان الدور الجاي الفول ده يكون عدد أكثر من كده، هسه نسبته بسيطة الآن. آثار الحرب لم تتوقف على الزراعة في دارفور فقط، بل تعدتها إلى مشروع الجزيرة في وسط السودان، فوفقا لإدارة المشروع فإن حجم الخسائر وصل إلى 60 مليون جنيه سوداني، ورغم ذلك تحاول الإدارة تجاوز ما لحق بالمشروع والبدء من جديد. احنا أيضا يعني وفرنا كميات من التقاوي محصنة إن شاء الله، استطعنا أن نزرع برضو كميات وافرة جدا من تقاوي الذرة والقطن في تفاتيش برضو يعني لسه هي محتفظين بها في بعض المخازن.
تستمر الحرب في السودان في التوسع ويستمر معها ضياع موارد عديدة على رأسها الزراعة التي تشكل مهنة مهمة للأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان السودان. صالح أبو علامة لقناتي العربية والحدث من إقليم دارفور غربي السودان. عادت الدعوات في ألمانيا لحظر حزب البديل لألمانيا الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ويحلو في المرتبة الثانية متجاوزا بذلك الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة، ويتمسك الدعونة للحظر بقرار صدر عن محكمة في ألمانيا ثبتت مراقبة المخابرات الألمانية للحزب وبررته بخرقه لمبادئ الدستور. البرلمان الألماني سيشهد قريبا اقتراحا جديدا لحظر حزب البديل لألمانيا، سيتقدم به نائب من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. النائب قال بأنه يحظى بتأييد من حزبي الخضر والاشتراكيين، ووصف حزب البديل لألمانيا بأنه بات يشكل تهديدا وأنه لم يعد بالإمكان ردعه سياسيا بحسب ما قال النائب، على الأقل في الولايات الشرقية. آخر استطلاع للرأي الأحد الماضي أظهر حصول البديل لألمانيا على 17% من نسبة الأصوات، وحل في المرتبة الثانية بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي وسبق الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة. هذه المحاولات الجديدة لحظر حزب البديل لألمانيا تأتي بعد أن ثبتت محكمة في مدينة مونستر قرار المخابرات الألمانية بمراقبة حزب البديل لألمانيا قبل عامين بسبب تطرفه. القرار قال بأن الحزب يعمل في شكل يتناقض مع مبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بحريات أو بحقوق الأفراد، ولجهة اعتقاد البعض داخل الحزب بأن الألمان من أصول مهاجرة لا يتساوون في الحقوق مع الإثنيين الألمان. ورغم أن بعض السياسيين والخبراء يعتقدون بأن مساعي حظر الحزب لن تكون سهلة وبأن الطريق ستكون معبدة بالعراقيل القانونية، فأن استمرار المخابرات بمراقبة الحزب يعطي أملا للداعين بحظره بأنه من الممكن أن يحدث ذلك قريبا، خاصة إذا نجحت المخابرات الألمانية بإثبات أو بجمع الأدلة التي تبرر ذلك. بهذا التقرير نصل بكم إلى ختام هذه الجولة، نشكر لكم كرم المتابعة، أعود وألقاكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.